المختصر لإبيكتيتوس. دراسة وترجمة الدكتور عادل مصطفى. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. مقبضان. لكل شيء مقبضان، مقبض يمكن أن يحمل به الشيء والآخر لا يمكن أن يحمل به. إذا ارتكب أخوك إساءة ما تجاهك فلا تأخذ الأمر بمقبض الإساءة، إذ لا يمكنك حمله بهذه الطريقة، بل خذه بالمقبض المقابل، أنه أخوك وأنه نشأ معك، بذلك سوف تمسك الأمر كما ينبغي له أن يمسك. استدلال متساوق. هذان الاستدلالان غير متساوقين منطقيا. أنا أغنى منك، إذن أنا لدي ممتلكات أكثر. أنا أبلغ منك، إذن أسلوبي في الخطاب أفضل من أسلوبك، غير أنك بعد كل شيء لست ملكا ولا أسلوبا. الحكم بعد المداولة. هل يغتسل فلان سريعا؟ لا تقل إنه يسيء الاغتسال. هل يشرب فلان كثيرا؟ لا تقل إنه يسيء الشراب. فما دمت لم تقف على الحكم الذي دفعه إلى ذلك، فكيف تعرف أنه يسيء الفعل؟ هكذا تتجنب الوقوع في تصديق أي مظاهر لم يتم لك فهمها. طبق المبادئ. لا تقل أبدا إني فيلسوف، ولا تكثر الحديث بين الجهال عن نظرياتك، بل بينها بالأفعال. فإذا كنت في وليمة فلا تقل كيف ينبغي الأكل، بل كل كما ينبغي. بهذه الطريقة كان سقراط أيضا يتجنب الادعاء على الإطلاق، وعندما كان أشخاص يأتون إليه لكي يقدمهم إلى فلاسفة كان يأخذهم إلى الفلاسفة ويوصي بهم، ولا يكترث قط بأنهم يغفلونه. وعلى ذلك فإذا ما دار أي حديث بين الجهال حول أي نظريات فلسفية فالزم الصمت دائما، فثمة خطر كبير بأن تقيء في الحال ما لم تهضمه. وعندما يأتي اليوم الذي يقال لك فيه إنك لا تعرف شيئا فلا يثير ذلك غضبك ولا سخطك، فثق عندئذ إنك قد وضعت قدمك على بداية طريق الحكمة، ذلك أنه حتى الخراف لا تقيء عشبها لكي تري الرعاة كم أكلت، بل عندما تخضم الكلأ داخلها فإنها تخرجه صوفا ولبنا. أنت أيضا لا تظهر النظريات للجهال، بل الأفعال الناتجة عن النظريات بعد أن يتم هضمها. لا
لا تفاخر بتجلدك، إذا تعلمت أن تكيف جسدك على الاكتفاء بأقل القليل فلا تفاخر بذلك، وإذا اقتصر شرابك على الماء فلا تقل في كل مناسبة إن شرابي الماء، بل انظر أولا إلى الفقراء كم يفوقوننا اقتصادا وتحملا لشظف العيش، وإذا شئت أن تدرب نفسك على الجلد والاحتمال فلتفعل ذلك لنفسك لا للآخرين. لا تحاول أن تجترح العجائب، ولكن إذا اشتد بك العطش فاستف قبضة من الماء البارد وادفله ولا تقل شيئا. دلائل التقدم: صفة الجاهل وأماراته أنه لا يرتقب النفع ولا الضرر من نفسه بل من الأشياء الخارجية. صفة الفيلسوف وأماراته أنه يرتقب كل النفع والضرر من نفسه. أمارات المتقدم على درب الحكمة هي أنه لا يذم أحدا ولا يطري أحدا ولا يلوم أحدا ولا يتهم أحدا ولا يتحدث عن نفسه كما لو كان شيئا ما أو كما لو كان لديه علم ما، وإذا أعيق أو تعثر يتهم نفسه، وإذا مدح يسخر من نفسه من المادح، وإذا انتقد لا يرد بل يمضي حذرا كأنه الناقه يخشى أن يتعتع أي عضو فيه لم يلتئم بعد. إنه ينفي عنه كل رغبة، أما نفوره فيحصره فيما هو في قدرته ومضاد للطبيعة. إن نزوعه معتدل تجاه كل شيء، إذا بدا غبيا أو جاهلا لا يبالي، وباختصار يراقب نفسه كما لو كان عدوا مترصدا لها في مكمن. التفسير: حين يفاخر شخص بأنه يستطيع أن يفهم كتابات كريسبوس ويفسرها فقل لنفسك: لو لم تكن كتابات كريسبوس غامضة لما وجد هذا الشخص ما يفتخر به، ولكن ماذا أريد أنا؟ أريد أن أفهم الطبيعة وأتبعها، لذا أتساءل من الذي يفسر الطبيعة، وأسمع أن كريسبوس يفسرها فألجأ إليه، فلا أفهم كتاباته فألتمس من يفسرها. ليس ثمة حتى الآن ما يدعو إلى الفخر، ولكن عندما أعثر على المفسر يبقى أن أعمل بالتعاليم، هذا وحده هو مدعاة الفخر. أما إذا أعجبت بمجرد التفسير فلن أعدو أن أكون لغويا لا فيلسوفا. اللهم إلا أنني بدلا من أن أفسر هومر أفسر كريسبوس، إذا طلب مني أحد إذن أن أقرأ له كريسبوس فإنني أحمر خجلا إذا فشلت في أن تكون أفعالي متناغمة مع كتاباته. التزم بالمبادئ: أيما كانت المبادئ التي اتخذتها لنفسك فالتزم بها كأنها قوانين، وكأن من الفجور أن تنتهك أيا منها، ولا تلتفت إلى ما عسى أن يقول الناس عنك فهذا ليس شأنك.
المنازلة الآن. إلى ما تنتظر حتى تنتدب نفسك لأجل المراتب ولا تحيد عن حدود العقل؟ لقد تلقيت النظريات التي ينبغي الإلمام بها وألممت بها. أي معلم آخر إذن ما زلت ترتقبه حتى تحيل إليه مهمة تقويم نفسك؟ أنت لم تعد صبيا، لقد كبرت، فإذا بقيت مهملا كسولا وما تنفك تسوف وتماطل وترجئ اليوم الذي ستنتبه فيه إلى نفسك، فلن تراوح وستظل جهولا في حياتك وفي مماتك. الآن إذن اعتبر نفسك جديرا بالعيش كراشد وسالك على درب الفلسفة، وخذ كل ما تراه حقا واجعله قانونا صلبا لا يقبل الانتهاك. فإذا عرض لك عارض من ألم أو لذة أو مجد أو شين، فتذكر أن النزال الآن، الأولمبياد الآن، ولا يمكن أن تؤجل. وبانكسارة واحدة وتخاذل واحد يذهب الفوز أو يأتي. هكذا بلغ سقراط الكمال، مقوما نفسه بكل وسيلة، غير مصغ إلى شيء سوى العقل. ورغم أنك لست سقراطا بعد، فإنه ينبغي عليك أن تعيش كمن يطمح أن يكون سقراطا. المواضيع الثلاثة في الفلسفة: الموضوع الأول والأهم في الفلسفة هو التطبيق العملي للنظريات، أي المبادئ العملية والأخلاق. مثال ذلك: لا تكذب. والموضوع الثاني هو البراهين، مثل: لماذا ينبغي علينا ألا نكذب؟ والثالث هو ما يضفي التماسك والتبيان على هذين، مثال ذلك: كيف نعرف أن هذا برهان صائب؟ إذ ما هو البرهان؟ ما هو اللزوم المنطقي؟ ما هو التناقض؟ ما هو الصدق؟ ما هو الكذب؟ الموضوع الثالث ضروري من أجل الموضوع الثاني، والثاني من أجل الأول، غير أن الموضوع الأهم بين الثلاثة والأجدر بأن نتلبث عنده هو الموضوع الأول. إلا أننا نفعل العكس تماما، فنحن نقضي وقتنا كله في الموضوع الثالث وننفق فيه كل جهدنا، بينما نهمل الأول كل الإهمال، ولذلك نكذب. وإن كنا على استعداد أن نبرهن في الحال، لماذا ينبغي علينا ألا نكذب؟ مأثورات اجعلها نصب عينيك. ينبغي أن تكون المبادئ التالية طوع يدنا في كل حين: قدني يا زيوس وأنت أيها القدر إلى حيثما رسمتما لي الطريق، فأنا متبعكما دون تردد وحتى لو أخذني الارتياب، فتثاقلت وتملصت فلن أكون مع ذلك أقل متابعة لكما. كليانتس، أنشودة إلى زيوس: من يسلم بالقدر سيكون في البشر حكيما وفي قوانين السماء خبيرا. يوريبيدوس، شذور. وهذا الثالث، أي أقريتيون: إذا كان هذا يرضي الآلهة فلتكن مشيئتها. أفلاطون، أقريتيون: بوسع أنيتوس وميليتوس أن يقتلاني، ولكن ليس بوسعهما أن يؤذياني. أفلاطون، الدفاع: